السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في قناة شيواتي، واليوم هادي نحضروا مع بعضياتنا عجينة السكر اللي كنقدروا نستخدموها باش نغلفوا لي كيك ديالنا او التورتات، نصنعوا بهم وريضات كما هادي نشوفوا في هذا الفيديو. انا كنسبق لي وحطيت فيديو على عجينة الشكلاط، ولكن في حالة ما توفر الشكلاط نقدروا غير بالسكر بودرة نصنعوا هاد العجين هادي. إذن هادي نحتاجوا في المقادير 250 غرام ديال سكر بودرة، سكر غلاسي نوعية جيدة سبيسيال. هادي نزيدوا معاه 70 غرام ديال الشكلاط البيض، معلقة ديال الجليكوز ما يعادل تقريبا 30 غرام، وبيضة أبيض بيضة فقط. إذا نبداو على بركة الله. أول حاجة كنوضع الشكلاط ديالي كيدوب، إما ديريه على نار هادئة وإما ديريه في حمام مريم. هنا كناخد سكر بودرة كنضيف عليه داك أبيض بيضة، كنزيد عليه معلقة ديال الجليكوز. الشكلاط ديالي ها هو داب، كنضيفو على الخليط الأول وكنجمع به السكر. في الأول الشكلاط كان سخون، كنخلطو غير بملعقة بلا بسباتول، ولكن من بعد ضروري كندلكو شي شوية بين يديا بعد ما كنرش سطح العمل بالسكر بودرة باش ما ينسقليش. وراه يمكن لك تحكمي في القوام ديالو كيف ما بغيتي، الا شفتيه جاري تزيدي له شويه ديال السكر، وخدي بعين الاعتبار انه منين كيبرد راه كيزيد يقصح، والا شفتيه قاصح راه غير كتسخني شي شويه في حمام مريم كيطلق راسو. وها هي عجينه السكر ديالي واجده. دابا غادي نقسمها على جوج الاجزاء باش غادي نلون جزء بالغوز وجزء الاخر غادي نخليه باللون الابيض. بالنسبه للملونات تقدري تستعملي ملونات سائله او البودره، ما كاينش مشكل، غير هو الا استعملتي ملون سائل زيدي معاه شي شويه ديال السكر باش ما تجراكش العجينه ديالك. هاد العجينه هادي لان فيها ابيض البيض، وابيض البيض سهل انه يتكون طامنا ويخسر دغيا، دونك ما خصناش نفوتو 3 ايام بها. وبالنسبه للناس اللي كيتوفر لهم ابيض البيض بودره كان افضل، لان هذاك معقم وخا ديك الساعه تقنا فتره طويله ما كتخسرش. العجينة ديالي هي وجدات، كنغلفها بفيلم أليمونتيغ وكنوضعها في الثلاجة حتى الوقيتة اللي كنبغي نخدم بها وكنجبدها. دابا غادي ندوزو باش نصوبو ريضات من هاد العجين اللي يمكن نزينو بهم الوجه ديال لي كيك ديالنا. من بعد ما نغلفوهم بعجينة السكر نقدروا نوضعوا فوق منهم وريضات اللي ساهلين بزاف وكيجي منظر ديالهم زيون. إذن كنستعمل هنا ورق الزبدة باش نطلق العجينة ديالي باش ما تلصقليش، كنطلقها بالتلاك تكون رقيقة، وكنقطعها دوائر صغارين
على حسب الحجم ديال الوردة اللي باغية. اذا هنا بعد ما قطعت الدوائر ديالي كنزيد كنبسطهم بيدي حيت خاصهم يكونوا رقاقين بزاف. هنا انا خديت 5 ديال الكويرات اولا ديال الدوائر وكنفزك لهم الاطراف ديالهم بالماء باش تلصق كويره على الاخرى وكنوضعهم وحده فوق الاخرى بهذا الشكل. هذا اذا وحده فوق الاخرى كنحطهم وحده فوق وحده بهذه الطريقه اللي كتشوفوا وكنبدا كنلوي وانا كنضغط غير بشويه من الوسط باش نلصقهم مع بعضياتهم حتى كنسالي الدوائر كلهم. كنبدا كنضغط في الوسط وانا كنحربلها وفي التالي كنقسم بالموس وهكا كنكون حصلت على جوج ديال الوريضات. كنبدا كنشكل لها القاعده وكنحل لها الوريقات ديالها غير بشويه وراها كتعطيك الطوع. انا هنا الدوائر ديالي صغار درت وريضات صغار. بغيتي ورده تجي كبيره خاصك تستعملي مرشم اللي يكون كبير. اذا كما لاحظتوا الطريقه راها سهله وغير مكلفه وكتجي منظر راقي في الكيك. هنا نعاود وحده اخرى ديت 4 ديال الدوائر كنلويهم وانا كنضغط غير بشي شويه ومن بعد كنبقى نضغط في الوسط وكنقسم. وكنذكر ان عجينه الشوكولات صراحه كتجي احسن بكثير من عجينه السكر وكتعطي الطوع اكثر. ولكن الا ما توفرش الشوكولات وكنتي مزروبه وباغا عندك سكر كلاصي في الدار راه كتقدري تصوبي به مكين. وها هي الكيكه ديالي صوبتها بجينواز. الطريقه والفيديو غادي نخلي لكم صندوق الوصف. وزينتها غلفتها بعجينه السكر اللي باللون الابيض وحطيت فوق منها الوريضات اللي صوبت باحجام مختلفه. كنتمنى الطريقه تعجبكم تنجح معاكم وبصحه وراحه والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.